شبيبة سكيكدا ونصر حسين داي بملعب 20 أوت لحساب الجولة العاشرة للبطولة المحترفة. دخلها الفريقان بحثا عن النقاط الثلاث لتفادي منطقة الخطر. الضيوف ودون سابق إنذار هددوا مرمى قاسم بتسديدة اللاعب أيت الهادي وكرته خارج الإطار. رد أصحاب الأرض جاء عن طريق مخالفة مرزوقي وكرته بين أحضان الحارس بن شلف. تواصلت هجمات شبيبة سكيكدا وهذه المرة تسديدة العدوري افتقرت للقوة اللازمة. منعرج اللقاء لهذه المباراة كان في الدقيقة 30، عرقلة المهاجم مرزوقي داخل المنطقة والحكم يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء لم تلامس الشباك والكرة محتارة، هل ضيعها مرزوقي أم تألق فيها الحارس بن شلف؟ النصرية وبتضييع الشبيبة لضربة الجزاء اكتسب ثقة أكبر واستفاد من غفلة المدافعين، غفلة منحت اللاعب أيت الهادي الهدف الأول لنصر حسين داي. كان هذا في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول. الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع، الشبيبة تطالب بركلة جزاء والتقدير هنا لخبير التحكيم. الشوط الثاني من المباراة والذي عرف دخول شبالة زيري بلال بثقة أكبر تجلى ذلك بكرة اللاعب يايا الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني. بقية الشوط الثاني من المباراة عرفت نوعا من الركود وانتظرنا إلى غاية الدقيقة 30 أين انفرد بن عياد بالحارس قاسم وكرته خارج الإطار. هجمات شبيبة سكيكدا لم تشكل خطورة على مرمى الحارس بن شلف ما عدا تسديدة أوكال التي ردها القائم نيابة عن الحارس. لينتهي اللقاء بفوز ثمين لنصر حسين داي خارج الديار وخسارة تعمق من جراح شبيبة سكيكدا.